هذا بالعقل بالعقل ما لها داعي. بالعقل بالعقل بالعقل. انا جاي، انا جالس في حضرموت وانا في سيون، تمام، وانا عسكري. اللي في المنطقه العسكريه الاولى حضارم وجنوبيين وشماليين، تمام، جاي للمنطقه العسكريه الاولى طيمس جنوبي كازمي من الجنوب، تمام. اركان المنطقه العسكريه الاولى، الاركان يعني تعط طيمس ابو عوجه، تمام ولا لا؟ شلين حمله على الشماليين لان فيها ابو عوجه، يعني اصبح ابو عوجه اقوى من طيمس، صغرته الجنوبي ورفعته الشمالي بكلامكم هذا. اللي جاي الان مع انها الويه، شوف لواء كامل حضارم في سيون، لواء كامل، تمام، ما حد يذكرها. والان الحضارم، انا اتحداك تجيب حضرمي ضابط او مسؤول الان في حضرموت يسين المنطقه العسكريه الاولى، من اللي منتفعين منهم المنطقه العسكريه الاولى في حضرموت. ما يجيني شخص من طالع من الجنوب من يافع جاي انت طالب بخروج الشماليين من عندي انا من حضرموت. يا اخي انت خرجوا شماليين من عدن، ايش قدمت العدن انت يا الجنوبي لما خرجوا شماليين؟ الان اصحاب عدن يبكون بكاء على الشماليين، انا ناس يكلموني في عدن والله انه يتصلون اتصال يبكون بكاء، هاتوا لنا شماليين وبالحب فوق رؤوسهم، ما في شيء اسمه دوله عندنا، عندنا بلاطي بهذا اللفظ. يعني الحضاره معايشين في جنه نعيم ولا كيف؟ الحمد لله. ايش عدن كل يوم القتل والنهب والسرقه وكل شيء فيها النهب والسرقه في اي دوله؟ في اي دوله؟ في اي دوله؟ مو الا في اليمن. والقتل والاغتيالات والبلاوي وده في حضرموت؟ انا القتل لا معني معني، هذا مسؤوليه الامن. من هو مدير الامن في حضرموت؟ مدير الامن حضرمي في الوادي حضرمي وفي الساحل حضرمي، مدير الامن، تمام ولا لا؟ حضرمي امس من امس ايش؟ كان شمالي من امس حضرمي بس من امس. من قال لك من امس؟ قلت لك ما عندكم معلومه ولا عندكم شيء، رؤوسكم خبش ولا عندكم حاجه من قبل حضرمي، من يوم كانت حضرمي ماسك الجيش ماسك بس شمالي. القياده قياده الامن تتكلم بحكم القياده يا عبد السلام. قياده انا اكلمك على القياده، انا اكلمك على الامن. انت تقول ماشي يا قياده الشماليين كلهم حضارم، ما حد شماليين في الامن. نحن عارفين حضرموت ولا انت؟ كل يوم نحن في حضرموت. يا اخي وين كل خلاص اذا بتكذبني عادي، انا اجاوبك بصراحه، انا اجاوبك بالواقع اللي حاصل، انا اكلمك كحضرمي وانت بتكلمني ما عندي مشكله، لكن انا اكلمك، انا جاوبتك والان انا اسالك، انت جاوب اذا بتهرب من السؤال هذا راجع. انا سالتك سؤال، انت الجنوبي جاي الان بتحررني في حضرموت اللي انا مستقر فيها الان، انا نفسي حضرمي يقول سلام الله على الوضع اللي عندنا في حضرموت احسن من عدن، انت طلعت الشمالي من عدن، ايش قدمت العدن الجنوبي؟ ايش قدمت العدن؟ اهل عدن يبكون ليل وصبح، ائمه مساجد قتلتوهم، البنوك وفجرتوها انهبتوها، ايش قدمت العدن؟ فيها الامن والامان. انا ما لي دخل في عدن، انا شوف نحن نتكلم على حضرموت كحضارم، خلينا من عدن وما عدن، نحن ما لنا دخل في عدن، نحن نتكلم على حضرموت، نحن ناقشه كله على حضرموت ولا لا؟ لا انا بتناقش على الكل، على حضرموت وعلى الجنوب، اذا انت مع الجنوب احنا ما ندخل، احنا نتكلم على حضرموت. لا ما عندي حضرموت، انا ما بكلمك على حضرموت، انت مع الجنوب ولا مع حضرموت؟ مع حضرموت طبعا، مع شوف مع حضرموت في ظل